السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ما كنتش غادي ندير شي فيديو اليوم، ولكن يعني أنه الجريمة النكراء اللي وقعت في حي البرنوسي، واللي تألمت لها بحال جميع المغاربة، يعني هي اللي جعلتني ندير هذا الفيديو في حكاية من حكاية كريم باش نهضر على هذا الجانب. هذا لا شك أنكم سمعتوا على الإرهابي المجرم اللي قتل الأم ديالو اليوم في الصباح وقطع عليها الرأس ديالها. فأنا كان أعتذر على هذا الوصف هذا، لأنه يعني جريمة نكراء، يعني كتخلي القلب كيبكي بالدم. هي قتل النفس البشرية، يعني بعيدا عن يعني الأم أو الوالدين أو الأخوت، فهي كتبقى جريمة يعني شنعاء، يعني ما كيقوم بها إلا الوحش الأدمي، يعني أنه حتى الحيوانات محال واش ديرها. يعني هاد الجريمة، يعني واخا تعيا ما تفكر في الأسباب، لأن قبيلة سمعت في واحد الفيديو للشخص كيسول واش الأم كانت الأخلاق ديالها مزيانة، وأنها شاف عليها كترتكب شي حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن الأم ماتت وكيحاولوا يلقاو عذر للإبن ديالها بتلفيق، يعني تهمة يعني الفساد ولا شي حاجة بحال هكا. الأم لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني وصلنا لواحد الزمان لأن كنشوفوا يعني أن الجاني هو البطل، أو أنه يعني أنه عنده الحق باش يرتكب ديك الجريمة. يعني قتل النفس البشرية ما عندهاش حتى شي سبب. نقدر نلوم هاد الأم هذه في حاجة وحدة، وهو في يعني على الولادة ديالها لهذاك الوحش، ويعني والتربية ديالو أنها رباته حتى كبر وتشد في الحبس، يعني لعشر سنوات، يعني أنه في تهمة الإرهاب. ولا شك انها كانت كتدير له القفاء، او انها كتسول فيه وكتقلب عليه، فهذا الشيء اللي خلاه يعني انه يطغى ويزيد. فهنا يعني ان من هذه القصه خصنا ناخذ العبره باش نربيو اولادنا مزيان، نحاولوا من نكونوش عنيفين معهم، ونربيهم يعني التربيه الصالحه، يعني انه ولا شفنا السلوك ديالهم يعني كيعواج ولا هذا، نحاول نقومهم غير بالتي هي احسن. فالعنف ما كيولد غير العنف، نحاولهم ما يشوفوش يعني ديك الاخبار، يعني داك الناس اللي كيموتوا سواء في العراق او في سوريا، او كيموتوا او شي افلام يعني نتاع الجريمه او الالعاب نتاع القتل والعنف. يعني حاولوا ولادكم يبعدوا من هذه المسائل هذه، حاولوا ما تهضروش قدامهم على مثل هذه الجرائم، حاولوا يعني انكم يعني تربيوا راسكم قدامكم، يعني ان لان الابناء ما كان يعني ما تقولوش ما ديرش هذيك وانت كديرها، فإلا قلتي له ما تكميش وانت كتكمي، فلا بد اكون على يقين ان 90% انه غادي يمشي يكمي، لانه كيشوفوا الافعال اكثر ما كيشوفوا الاقوال. فإلا كنتي انت كتهضر على اساس شي واحد قتل وانت قمو هذا، وانت كتهضر بانه عنده الصح، فالابن ديالك ملي كيشوف هذيك كترسخ له في الدماغ ديالو بان القتل شي حاجه اللي يعني لانه مفروغ منها. الا شفتيه كيتعدى على الجيران وكيخرج عندهم بالموس وكيخرج وانت فرحان بانه ولدك يعني راجل وداير لك القيمه وداير لك سميتو، فهنا كون على يقين هذاك الوحش غادي ينقلب واحد النهار ضدك، وغادي يرتكب جريمه سواء في حقك او حق في الزوجه ديالك او لاحد الابناء ديالك. فلا شك ان
كل واحد فينا يعني كيتفكر حكاية من الحكايات نتاع الناس اللي سواء قتلوا يعني الآباء أو يعني الوالدين ديالهم أو أحد الإخوة، أو يعني شي مرة كتشوف يعني السبب بسيط، يعني كيتقتلوا إخوة ولا كيقتل خوه على ورقة نتاع الضو جات غالية ما بغاش يخلص معاه أو ما عندوش باش يخلص معاه، أو أن ما يعني شي مسائل اللي كتبان تافهة جدا. فحتى هنا إلا هضرتي هنا تقدر إلا قلبتي هنا على السبب الحقيقي تقدر تلقى أنها ما عندهاش يعني باش تعطيه باش يكمي أو باش يمشي، ما عرفش يعني تلقى شي بس سبب بسيط يعني نادو تناقشوا عليه وارتكب ديك الجريمة. فكنشوف هنا كيحاولوا يقلبوا له على عذر، وكيقول لك مختل عقلي او مريض نفسي، او فإلى جينا نشوفه مريض نفسي ف اش نقول لكم، ممكن نقول لك حنا المغاربه كاملين مرضى نفسانيين، يعني اش نقول لك العنف اللي يعني تعرضنا ليه في المدارس، يعني الضرب وسميتو، يعني المعامله، يعني الادارات ملي كتمشي تقري شي حاجه ويديوك ويردوك وهذا والشمش وهذا كيسخن لك الراس وكت يعني 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 حتى الحياه في المغرب صعيبه، يعني انه يعني شي كيمرض شي، يعني انا تمشي غير الطبيب الفرمليه تديك وتجيب كلام داتك وجابتك 10 المرات ما كتكونش فرحانه. داك السيكوريتي اللي دايرين في الباب يعني فرض القوانين ديالو فرض سميتو ديالو، وربما يبغي انه تدور معاه ولا هذا باش عاد تدخل ولا شي حاجه، يعني فين ما مشيتي يعني خصك لابد تمشي للطاكسيات، خصك تلاجم مع الناس، خصك تمشي، ما كايناش مسائل يعني مضبوطه انني غادي نمشي نشد طاكسي ولا طوبيس، غادي نشد الصف وغادي نشد هذا، خصنا لابد نتغنوا ونتناقشوا ونجاعروا سميتو، يعني هذا الشيء كيولد واحد المشاحنات واحد سميتو، يعني ما غاديش تعرفوها، يعني حتى تخرجوا لبرا لشي دوله اللي نقيه بحال كندا ولا انجلترا ولا الدول الاسكندنافيه نتاع النرويج، ويعني وسميتو غادي تشوف الناس كيفاش كالم وكيفاش واحد الحاجه من حقك تاخذها، واحد الحاجه يعني انه ما كاينش داك المشاحنات وداك الغنان وداك يعني داك الصراعات سواء ما بين العائلات او الاصدقاء او العمل، يعني اش نقول لكم، التربيه والمجتمع فاش كنعيشوا يعني الى ما حطيناش راسنا راه غادي الهويه غادي الجرائم، يعني كتشوفوا انه يعني في الحرب نتاع سوريا المغاربه هما الاولين مشاو لسوريا وكيقطعوا الروس وكيتباهوا انهم كيتصوروا هازين الروس وهازين هذا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، والان الاباء ديالهم كيطلبوا وباغيين يردوهم، كيقول لنا الوطن غفور رحيم، كيفاش غادي ترجع واحد السبع ولا واحد يعني واحد الانسان بحال هكا في هذه المسائل اللي مشى قطع الروس وقطع سميتو، يعني عشان نقول لكم يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا هذا 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 الشخص هذا يعني أنك تشديتي في الحبس ومشيتي 10 سنين في الحبس فاش خرجتي، إلا كنتي كتشوف بأن الأم ديالك أم صالحة وتعبات عليك وجرت عليك وهذا، فغادي تمشي وغادي تعاشرها بالحسنى، وغادي إلا كنتي إنسان فعلا إنسان وفي قلبك الرحمة، فما غاديش تخليها تخرج في ذاك 60 عام وخارجة للسواق وكتبيع وتشري، فغادي تجلسها في الدار وغتمشي انت تخدم وتجيب ليها يعني ما تاكل وما تلبس، يعني باش 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 تغنيها على ذاك التعب وعلى ذاك الشمس، كتعرفوا دابا هذا الصيف هذا والشمس وهذا، والسيده خارجه كتجلس في السوق كتبيع يعني الماكله ولا كتبيع يعني كما قالوا في الفيديوهات كتبيع الماس ولا داك الشيء العيد ولا كتبيع الفخر ولا ما عرفتش كتبيع، والراجل يعني انه قال لك مسلم يعني مسلم وكيدافع على الدين الاسلامي ومخلي الام ديالو كتعذب وهو خارج كيدور، وفي التالي باش غادي يجازيها غادي يقتلها ويقطع الراس ديالها ويخرج به في الزنقه. فتخيلوا معايا الفظاعه نتاع هاد الجريمه وهاد هاد هاد سميتو، حتى لو انك ما كتفاهمش معها او انها يعني ما عرفش انها عندها واحد العقل ديالها ما عرف كيفاش مركب وما تفهمش، قال لك وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولا شتي انك ما قادرش تصاحبها في الدنيا معروفة، فمن الاحسن كان عليك تبعد، عندك براتك وليتي راجل عندك الركابي عندك الدراع وهز راسك خوي ديك البلاد، علاش جالس ليها في البرطمان ديالها، خوي ديك البلاد هز راسك، ارض الله واسعة، سير مراكش سير لاكادير سير طنجة، خدم على راسك،
خدم على راسك واللي صورتيه كولو ولا ما صورتيش بات بجوع، ما تقلش معاها. الا شفتي انها كون ما كتفهموش واخا راها الام ديالك، ممكن خصك تبقى يعني انك يعني من خصك تكون معاها لانها كبرات، وخصك تبقى معاها لان ما عندكش ظروف العمل في شي في شي بلاد ولا في شي بلاصه، يعني انه شي وظيفه وممكن لك تسمح بالوظيفه ديالك وهذا، ولكن ما عندكش وما قديتيش تجلس معاها. من الاحسن من الاحسن تغادر. نفرضوا انها ظلماتك وانها ما خرجات وسباتك وسميتو، يعني ما يعني على الدار ديالها والمصروف ديالها، خرج قلب على راسك، راك راجل، راك راجل. فلهذا حاولوا تربيوا ولادكم على يعني انهم يعتمدوا على راسهم ويخدموا على راسهم. ما تخليش هو ركب بك كيكبر وانت غادي كتجري عليه وكتدير ايه، واحد النهار غادي تقول له لا غادي، ولا غادي تقول له شي حاجه غادي يدور فيك. خصو يعرف بانه وصل 18 عام، خصو يخرج يقلب على راسو الا ما كانش كيقرا، ينفو يخرج من القرايه، يخرج يخدم، يخدم في البني، يخدم في الميكانيك، ماشي شغلك، المهم يخرج يخدم. ما 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 الى 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 كان انسان مزيان وربيتيه مزيان، راه غادي يتجه لمسائل مزيانه، غادي يمشي للدراسه، غادي يمشي عفوا غادي يمشي لشي مهنه، ولو انه يصور غير 50 درهم في النهار ويجيبها حلال. ولا كان انسان اللي يعني انه مبلي وانه ما كيعرفش الحرام من الحلال، ربيتيه ما كيعرفش الحلال من الحرام، راه غيمشي للمخدرات وغيمشي للسرقه وغادي يمشي للكريساج نتاع عباد الله. فهنا كنقول لكم ربيو ولادكم مزيان ملي يكونوا صغار، ربيوهم ملي يكونوا صغار. الطفل هو واحد الورقه بيضاء انت اللي كتكتب عليها، الا كتبتي عليها ايه قرانيه راه غادي تقرا ايه قرانيه، الا كتبتي عليها شي حاجه خايبه راه غادي تلقى غير شي حاجه خايبه، راه داكشي اللي كتزرع غادي تحصدو. فربيو ولادكم مزيان، علموهم يعتمدوا على راسهم، علموهم يحترموكم. فهنا منين يكبر وتشوفوا هذا، الا تشد في الحبس ما تبقاش تجي لجنبه وهو غلط، الا كان غلط خليه انساه صافي، خليه يمشي بحاله، انت درتي اللي بجهدك، خليه هو يتكلف بالحياه ديالو. ولكن ملي كتبقى كدير هو كيخرج المواس على الجيران وعلى هذا وانت كتفتخر به وكدير، فواحد النهار ملي غادي يدور وغادي يبعد من جيران غادي يجي لك نتايا على شي سبب بسيط، اللي يهز الموس على الجار ديالو ولا على واحد براني راه غادي يهزو عليك واحد النهار. فهنا الله يخليكم، الله يخليكم، ربي ولادكم. وانتوما الدراري الصغار اللي كتسمعوني، الا سمعتي هذا الفيديو هذا وتصنطي، احترم والديك، راهم كبروك ووصلتي لواحد لاج اللي ممكن تعتمد على راسك. فإلا ما قديتيش تشكرهم، على الاقل خليهم فرحتهم وسير قلب على راسك، سير قلب على راسك وشوف الشقاء اللي غادي تدوز، وتما غادي تعرف هما الشقاء اللي دوزوا عليك. فكنتمنى هاد الحكايه ان شاء الله تلقى صدى واسع وتستفدوا منها، ويعني تشوفوا المصلحه ديالكم والمصلحه ديال ولادكم ان شاء الله، والمصلحه نتاع والديكم، وتتبعوا الطريق السليم ان شاء الله. فإلى حكايه اخرى من حكايات كريم، والى اللقاء، مع السلامه.